أثابكم الله. وهذا يسأل يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ هذا لا أعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة. وفي حديث ابن مسعود لما قرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض سورة النساء لم يقل فيه أن ابن مسعود قال صدق الله العظيم، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له قل صدق الله العظيم. فالذي يظهر لي أن السنة أن لا يفعل ذلك. وجه قولي إن السنة أن لا يفعل ذلك أن من السنة أن تفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.